بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الباحث خالد بن سعود الحبيبي. إن شاء الله اليوم عندنا درس مقدمة عن الكائنات الدقيقة. طبعا الكائنات الدقيقة المجهرية لا ترى بالعين المجردة كما تعلمون، ويمكن رؤيتها بمساعدة المجهر الإلكتروني أو الرقمي أو البيولوجي الدقيق جدا. طبعا نستطيع أن نرى نوع من أنواع البكتيريا وأنواع من الفيروسات والخميرة، كلها كائنات دقيقة صغيرة جدا، لا يتجاوز تقريبا حجمها إلى 10 ميكرومتر، تقريبا مليون على متر. معظم هذه الكائنات الدقيقة هي وحيدة الخلية مثل البكتيريا والطحالب الزرقاوية والخميرة أيضا، وبعضها متعدد الخلايا مثل الفطر، في أنواع من أنواع الفطر، العفن، متعدد الخلايا. بالرغم من صغر هذه الكائنات الدقيقة لكنها مفيدة جدا، لها أهمية كبيرة جدا في حياة الإنسان والحيوان بشكل عام. طبعا في هذه الدورة راح نتطرق إلى دراسة بعض من المخلوقات، مثل البكتيريا مثل ما تكلمنا موجودة في مملكة الأولويات، أيضا الفطريات الدقيقة تقع في مملكة الفطريات، والابتدائيات أيضا تقع في مملكة الطلائعيات، وأيضا راح نتكلم عن الطحالب الدقيقة تقع في مملكة الطلاعيات، وأيضا راح نتطرق إلى بعض الدروس في مجال الفيروسات الدقيقة جدا، راح نفحصهم في تحت المجهر البيولوجي إن شاء الله، راح نفحص بعض العينات. هذه مقدمة بسيطة جدا في الأحياء الدقيقة، إن شاء الله راح نكمل بعض الدروس، تقريبا عددهم 40 درس. إلى هنا ما راح أطول عليكم، هذه مقدمة بسيطة، وإن شاء الله راح تكون سلسلة طويلة جدا من 40 درس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحبيبي.